ورجعنا لكم لسه مكملين معاكم باقي فقرات انبوكس. دلوقتي طبعا جه ميعادنا مع فقره سابي خبيره علم الفلك والابراج، بقى كل اللي ليه توافقات عايز يستفسر عنها يتكلمنا ويتصل، سابي هترد عليه على طول. النهارده هنتكلم مع سابي عن برج الجدي، بما ان احنا في شهر واحد طبعا، هو برج الجدي في شهر واحد طبعا زي ما انتم عارفين، هنتكلم عن علاقته بال11 برج بقى، سواء على المستوى العملي، المستوى العاطفي، مستوى الصداقه، كل ما يخص برج الجدي بال11 برج. صح كده سابي؟ صح كده. عامله ايه الاول؟ انتوا عاملين ايه؟ حشتيني وانا كمان. طيب يا ستي، هنتكلم عن برج الجدي وعلاقته بال11 برج بقى، سواء الولاد او البنات. اوكي، خلينا نقول برج الجدي بوجه عام، يمكن البنات اشطر فيه من الولاد، او يعني اجتماعيين اكتر، او في الشغل انجح، او اكتف اكتر. أيوه. دايما ولد الجدي بيبقى عايز حاجات سيستم يمشي عليه، مش عايز اي مفاجآت. لكن بنت الجدي بشوف انها اقوى من ولد الجدي، هي عندها حركه، عندها سرعه بديهه، ما بتقفش عند حاجه، طموحه. اوكي، فتعالي نقول مثلا علاقه ال 11 برج، زي ما قلنا ممكن البنت تتجوز مين، او الابراج بوجه عام ماشي. مين اللي بيقابلوهم اكتر حد بيقابلوهم؟ نيجي مثلا نتكلم في الابراج المائيه، هو علاقته بكل الابراج كلها حلوه، بس في ابراج بينجذب لها اكتر، في ابراج لازم أبراج يقابلهم ويتجوزهم برج الجدي. ده البنت، بنت الجدي، بنت الجدي، خلينا في بنت الجدي. بنت الجدي لازم تقابل راجل القوس، ولازم تقابل راجل العذراء، ولازم تقابل راجل العقرب. تمام، بتقابل العقرب والقوس والعذراء والميزان. اوكي، بتقابل الاربع ابراج دول، ولازم يبقى في بينهم كيمياء. طب قولي لي، يعني مين بيبقى اقوى في العلاقه دي، هي ولا هما؟ لا، خلينا نقول ان لما تتجوز ست الجدي، لما بتقابل راجل السرطان بتعمر معاه. في نسبه كبيره جدا الجدي والسرطان، وخصوصا لما يكون الراجل سرطان والست جدي، بيتقابلوا بيعمروا كتير. حتى لو فكروا ان هم يسيبوا بعض على المدى، بتلاقيهم قعدوا واستمروا شويه، لازم يعني يقعدوا فتره طويله قبل ما بيسيبوا بعض. اوكي، راجل القوس بيتقابلوا لكن ما يكملوش، يعني يقعدوا فتره بس ما فيش، حتى لو اتجوزوا لازم يبقى في قدام شويه، حتى لو مخلفين انفصال، او ما في العلاقه ما تبقاش على المدى اللي قدام كويسه، فيها مشاكل كتير. اوكي، نيجي الميزان، بتبقى يعني فيها هدوء، فيها هدوء، بتبقى يعني ست الجدي بتبقى اقوى من راجل الميزان، مع ان راجل الميزان ذكي جدا جدا، بس يمكن هي اكتف عنه. اوكي، نيجي بعد كده، احنا قلنا سرطان العذراء، احنا قلنا العذراء والعقرب بالظبط. العذراء برضو في بينهم كيمستري غير عاديه، بس يعني مش هتقدر تكمل معاه، لان العذراء عنيد مزواج، لا يعني عينه زايغه، متعب، هيطلع عينيها شويه. طيب هنكمل، بس احنا دلوقتي معانا شهد على التليفون. الو يا شهد، ازيك؟ الو الو، ايوه، ازيك يا شهد؟ شهد اسمعينا من التليفون. كويس بس الحمد لله. هستأذنك تسمعينا من التليفون وتوطي التلفزيون خالص. ايوه اتفضلي. معاكي سابي، تاريخ ميلادك كام؟ 17/6/2004. تمام، 17/6. تسألي على حاجة معينة؟ توقعات العام الجديد لبرج الميزان 10/10. تمام، برج الميزان ده ولد ولا بنت؟ ولد. ولد، طيب ماشي، شكرا ليكي جدا يا شهد. اسمعينا بقى، هي 17/6، هي 17/6 برج الجوزاء. تاخد من سرطان كويس. الجوزاء والسرطان بوجه عام، البرجين السنه دي حلوين جدا جدا، عندهم شهره، عندهم فكر جديد، طريقه جديده، غيروا الزاويه اللي واقفين فيها، بعدوا عن ناس كتيره كانت في حياتهم الفتره اللي فاتت، طاقه سلبيه بالظبط، بعدوا وعرفوا اللي هو فين مصلحتهم، بيجروا وراها، او بقوا يفكروا وهم بيفكروا بيجروا في احداثهم. حلو. اوكي، فما يتخافش عليهم خالص، ست الجوزاء ما يتخافش عليها. أوكي. وهي كمان واخده من السرطان، فالبرجين مع بعض برج قوي جدا. طيب 10/10 ميزان ولد،
ده عبده الرايق، بس هو يمكن السنه دي برضو ابتدى يفكر في ان هو يجري شويه، لان برج الميزان شكاك، شخصيه شكاكه، بتحب تفكر من كل الزوايا عشان تنفذ الحاجه، ومتردد يعني اللي هو لازم ايه يجرب في حد علشان هو ما بيحبش يخاطر، مش تردد قد ما هو بيبقى عايز يشوف واحد واثنين وثلاثة. الموضوع يعني اللي هو بيدور على فر تجارب قبل ما هو تحصل عليه التجربة، لأن هو ما بيحبش يبقى حاطط تجارب لأي حاجة. أوكي. لكن برضو الميزان بوجع عام ست وراجل ما يتخافش عليهم خالص، يعني أذكياء، عندهم حضور، عارفين بيخرجوا من أي حاجة بيخشوا فيها، اي مشكله يعني هما بيخشوا فيها بيعرفوا عندهم رد جاهز، ما يتخافش عليهم. لكن السنه دي عندهم سفر كتير، سفر كتير، عندهم شغل جديد داخلينه، عندهم اكتر من شغل كمان رجاله الميزان. طيب معانا مروه على التليفون. الو يا مروه. السلام عليكم. ازيك يا مروه؟ اهلا، الحمد لله. ايه عاملين انت؟ تمام. اتفضلي، تاريخ ميلادك كام؟ تاريخ ميلادي 10/4/2000. كام؟ 20/4. 10/4. طيب. 2000. تسألي على حاجة معينة؟ عايزة التوقعات كلها، وعايزة كمان برج الحوت. طب قولي كام؟ ايه؟ انتي تاريخ ميلادك 10/4. صحيح. بتسألي عن مين تاني؟ نعم؟ بتستفسري عن تاريخ ميلاد تاني، قلتي كام؟ الحوت كله. يعني الحوت. ايوه، كام يعني؟ كام تلاتة او كام اتنين؟ من اول الشهر يعني. هي ممكن تكون يعني مش عارفه. أنا مش عارفه. طيب كله. عايزه تعرفي برج الحوت عامه يعني. أيوة. السنه دي والتوافقات عامه. 10/4. ماشي، شكرا ليكي جدا يا مارو. هي 10/4. هي 10/4 برج الحمل. برج الحمل في البنات لما بيحبوا اللي بيحبوهم دايما بياخدوا طاقتهم، يعني بيبقى بياخدوا الحلو اللي يعني بيبقى وشهم حلو عليهم، بياخدوا الحاجه الحلوه وهم بيعلوا وهم بيرجعوا لورا بينزلوا لتحت. اوكي. فانصح برج الحمل الفترة دي بوجه عام لو في داخل في شغل او في عنده شغل يركز في الشغل، ما يركز عاطفيا، يستنى شوية. استنى قد ايه كده؟ للنص التاني من السنة، لان دايما الابراج النارية بيبقى حظها النص التاني من السنة احسن من النص الاولاني يعني، وخصوصا في الصيف يعني، من شهر 6 كده هوت واحنا داخلين على شهر 6 و7 لغاية 9/10 بتبقى نسبة حظهم اعلى. كويس. اوكي. لكن الفتره دي اب داون يعني، شويه كده وشويه كده. فبقول لهم لو في شغل او في حاجه بيفكروا فيها او مذاكره او عمل يركزوا في ده احسن. لان النص الاولاني عندهم مش حلو زي النص الثاني. طيب برج الحوت عامه؟ برج الحوت السنه دي بتاعته اساسا سواء راجل او ست، بس يمكن الست اشطر شويه من الراجل في الحوت. لان الست برضو اكتف يعني، دماغها شغاله، عايزه تجري، عايزه هنا وعايزه هنا، وبتسعى لهنا وبتسعى لهنا وبتسعى لهنا. فيمكن شقيانه في نفسها، بتجري عايزه تبقى احسن، بتعمل ابديت فكرا وموضوعا. راجل الحوت لازم الحاجة تيجي لغاية عنده او تبقى متزوقة، او لازم حد يقعد يزن، لان هو تقيل سن عن ست الحوت. لكن بوجه عام للبرجين السنة دي حلوين. طيب. ست وراجل في الحوت. حلو قوي. طيب معنا اسراء على التليفون. الو اسراء، ازيك؟ الحمد لله. عايزة اعرف، انا 30/8/2007. 30/8. طيب تسألي على حاجة معينة؟ عاوزة اعرف الدراسة وكده يعني. تمام، الدراسة. اوكي ماشي، شكرا ليكي جدا. 30/8 العذراء، واخدة من الأسد. برج العذراء السنة دي من أكتر الأبراج الترابية أكثر حظا يعني، سواء في العمل أو في المال أو في الشهرة أو ارتباط جديد وفي الدراسة يعني. هم ما شاء الله أذكياء جدا جدا، وهي عذراء واخدة من الأسد، فما شاء الله الذكاء يعني ذكية جدا جدا جدا. يمكن كانوا الفترة اللي فاتت هم العذراء سواء ست أو راجل بوجه عام، كانوا دايما بيستخدموا الناس اللي حواليهم، مش يفكروا لهم، يمشوا لهم في إجراءات حاجات أو يخلصوا لهم حاجات. لا، هم دلوقتي قاموا وعايزين هم اللي يعملوا بنفسهم، لأن هم اللي فاهمين، فلما يجوا ينفذوا بنفسهم غير لما كانوا بيستخدموا حد حواليهم. حلوة. فالفترة دي هم بقوا أكتف أكتر، أو يعني بقوا يسعوا. هو السنة دي أساسا هي سنة بتاعت سعي وحصاد، اللي هيسعى هو اللي هيحصد. بالنسبة لكل الأبراج؟ كل الأبراج، اللي هيسعى هو اللي هيحصد. حلو قوي. طيب نرجع بقى تاني لعلاقة برج الجدي البنت بالأبراج اللي هي توافقيا على المستوى العاطفي تمشي ازاي؟ اوكي، احنا قلنا من شوية ان هي اكتر حاجة السرطان والميزان والقوس والعذراء والعقرب والعقرب برضو.
ده اكتر ابراج ممكن يتجوزوا اوكي ويشتغلوا مع بعض. تعالوا نقول الابراج اللي ممكن ما يبقوش متفاهمين قوي او ممكن يبقوا اصدقاء بس مش لازم بس برضو اللي هو ما يخشوش قوي لان هما برج الجدي الحاجه الوحيده اللي تفرق معاه طريقه الكلام، يعني ما بيحبش حد يقول له حاجه في صوره اوردر او نرفز عليه او يتعصب عليه، يحب يتعامل بالشياكه لان هو اوريدي بيحب يعامل الناس بالشياكه، لكن ما يحبش حد يديله اوردر او حد يشخط فيه اوكي. الدلو ما ينفعش مع مع الجدي، دايما هيبقى ناقر ونقير لان هو البرج اللي بعديه اوكي. برج الحوت شويه ساعات بيبقوا لو بيعاملوا بعض بالشياكه هيبقوا متفاهمين، لو بيدوا اوردر لبعض هما الاثنين مش هيتفاهموا مع بعض اوكي. الاسد دايما برضو الطريقه بتفرق معاهم جدا جدا، لو سواء الجدي او الاسد برج الجدي ما بيحبش طريقه الاسد في ان هو بيدي اوردر او ان هو يتعصب عليه اوكي. برضو من الابراج اللي برضو بيختلفوا مع بعض شويه نوعا ما الثور شويه برضو في الطريقه بتاعته، برضو في بيبقى نافر منه شويه من الابراج اللي برضو بتبقى ان الثور بوجه عام ست وراجل ما بياخدوش بالهم وهم بيتكلموا في الطريقه طول الوقت بيدوا اوردر او شايفين ان هم فوق فطول الوقت بيبقوا عايزين يدوا اوردر، هم مش قصدهم بس دي طريقتهم. بس دول البنات علاقه البرج الجدي في البنت للابراج اللي سواء على مستوى الصداقه او المستوى العلاقات العاطفيه. بالظبط كده. طيب احنا معانا تليفون من اسمت. الو نسمه. نسمه ازيك؟ الو ايوه ازيك يا نسمه عامله ايه؟ الحمد لله كويس. تمام اتفضلي قولي تاريخ ميلادك. كنت عايزه اسال على البرج بتاعي في شهر 2 كام؟ الو ايوه قولي تاريخ ميلادك كام؟ 2/2 2/2 تسألي على حاجة معينة؟ 2/2 طيب خلاص ماشي. طيب اسمعينا يا نسمة. 2/2 برج الدلو الفترة ديت مش بتزعق نسمة. هي ممكن تكون فاكرة إن إحنا مش سامعينها. أوكي. هو الدلو الفترة دي عصبي في حالة اكتئاب متضايق لأن هو طفولي. راجل الدلو وست الدلو بوجه عام هم طفل كبير، يعني لازم تعامليه على ان هو طفل، تقعدي تحايليه تقعدي تدلعيه تقعدي تهتمي بيه، الحاجات دي بتفرق معاه جدا ست وراجل. الفتره دي عندهم مش حلوه. من الابراج اللي مش حلوه الفتره دي لغايه يوم 20 الشهر ده يستخبوا، ما يتعاملوش مع حد، ما ياخدوش قرارات، ما يقوحوش، ما يجادلوش. الدلو والاسد والعقرب والطور. طيب احنا معانا حد بيسال عن 16/6 راجل و 11/10 راجل برضو. اوكي 16/6 راجل برج الجوزاء واخد من السرطان. الفترة دي عندهم حلوة جدا جدا جدا، بس أي مشاكل عائلية يعني يحلوها يلقوا لها حل، بلاش يكبروا المواضيع لأن هي اوريدي الدنيا ديت الفترة دي عندهم ماشية، بس هيبقى عندهم سفر أو بيفكروا في سفر جديد، عندهم انتقال من مكان لمكان سواء بقى شغل سواء سفر من بلد لبلد سواء عربية سواء بيت، لكن عندهم انتقال من مكان لمكان برج الجوزاء. طب هل السفر هيبقى سفر شغل ولا سفر كده فسحه ويرجعوا شغل. تاني شغل شغل بره البلد يعني بره مصر؟ لو جاله عرض من الابراج اللي نسبه حظها هي كده كده الابراج الهوائيه بوجه عام دلو جوزاء ميزان رجاله، نسبه رزقه او حظه بره البلد اللي اكتر من كتير من جدا جدا، لان هو دايما الابراج الهوائيه دايما تحس ان طريقه فكرها شبه الاجانب مش شبه العرب. طريقه فكرهم طريقه تعاملهم دايما بيميلوا ان هم يتعاملوا مع اجانب او عايزين رولز معينه او سيستم يمشوا عليه، لكن ما بيحبوش اللخبطه او ما بيحبوش الحاجه اللي مش مترتبه. طيب 1/10 1/10 ميزان. الميزان ذكي جدا 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 جدا، بس هو من كتر ذكائه او عشان هم الناس عارفين ان هو ذكي وبيعرف يفكر او هو على طول سايلنت ساكت بيستمع، فدايما الناس واخده عنه فكره غير الحقيقه. يعني هو قليل الكلام او يحب يقول الكلام في مكانه او في وقته اوكي، فدايما الناس شايفينه ان هو مش سهل او ان هو شخصيه صعبه او ان هو لئيم او ان هو بيفكر، لا
هو بس ما بيدخلش نفسه في اللي ملوش فيه. اوكي لكن الوجع عامل الفتره ديت عنده حلوه، والفتره دي برج الميزان عندهم حلوه، بس هو يرتب افكاره لان هو التردد هو اللي بيأخره. طب هو الوقت خالص، بس في حد بيسأل عن 26/3 راجل. 26/3 برج الحمل. الحمل اب داون، يعني انا شايفه ان الحمل يمكن ست الحمل اشطر من راجل الحمل. راجل الحمل يعني فاكر ان افكاره هي اللي صح لغايه دلوقتي، محتاج يعمل ابديت. سابي تخيلي الوقت عدى وانا ما حسيتش بيه، بجد نورتيني وشكرا جدا ليكي، وان شاء الله اشوفك على خير الاسبوع الجاي باذن الله. ان شاء الله. وكل سنه وانت طيبه تاني. طيب. كده احنا فقرتنا وحلقتنا من إن بوكس خلصت، نشوفكم بكره على خير ان شاء الله في حلقه جديده. استنونا الساعه 6:30 على صدى البلد 2. باي باي.